السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم هي وصفة ديال حساء الدجاج أو شوربة ديال الدجاج. وصفة سهلة جدا ومفيدة وصحية سورتو في هاد الشتاء هادي. فكيف ما كتشوفوا أنا جبت نص كيلو ديال الدجاج، فيه قطع متنوعة، يعني فيه العظام واللحم، وضروري يكون العظام لأن العظام هو اللي كيطلق الطاقة والبنة في هذيك الشوربة. فهنايا درتو في طنجرة ودرت عليه الماء تقريبا 4 لتر ديال الماء، وخليته يطيب على عافية مهيلة واحد 15 دقيقة. دونك هنا غتلقاو الوصفة او يعني المكونات اللي غنحتاجو. دونك هنا كيف شفتوا درت الخضره اللي كانت عندي متوفره، الفلفله خضراء شويه، لي شو مقطعته هو شويه، والبصله الخضراء شويه. هنا لي صوص اللي اساسيين في هاد لاصوب هي الفلفله الحاره او لاصوص ديال تشيلي صوص، الصويا والخل، فهادو اساسيين في هاد لاصوب، هما اللي كيعطيو ديك البنه. هنا كيف شفتوا الدجاج طاب ليا، فغادي نشدو نصفيه، وهداك اللحم غنحيدو من العظم. هاد لاصوب كتجي زوينه زوينه بزاف وخفيفه، وتقدروا ديروا فيها الخضره اللي بغيتوا. مثلا انا الخضره اللي كانت عندي هنا الفلفله الحلوه كتجي فيها واهره، والبصله الخضراء، والليشو. تقدروا تزيدوا حتى الخيزو طراف صغار، تقدروا تزيدوا الجلبانه مسلوقه حتى هي غير حبيبات، ماشي بزاف، يعني باش ما يكونش هذاك المذاق ديال الخضره مغلب بزاف على هاد لاصوب، لان هي اساسا لاصوب ديال الدجاج. فهنايا حيدت اللحم على العظم، ورجعت الطنجره للعافيه، وزدت عليها هذيك الشوربه اللي صفيت في الاول، وزدت عليها اللحم، ومن بعد زدت الخضره اللي قطعت. كيف قلت لكم تقدروا ديروا الخضره اللي بغيتوا، غير هي ديروها بواحد النسبه قليله غير باش كتبنن شويه هذيك لاصوب ديال الدجاج. فهنا زدت اللحم ديال الدجاج، وزدت البزار جوج معالق صغار، زدت الملح حتى هي جوج معالق صغار وشويه على حسب الذوق. وهنا بديت كنزيد في لي صوص. اول حاجه زدت الخل جوج معالق كبار، من بعد زدت التشيلي صوص جوج معالق كبار، والصويا صوص حتى هي جوج معالق كبار. صافي، وحركت المكونات كاملين وخليتهم شويه يتجانسوا مع بعضياتهم. كيف قلت لكم البزار والملحه والليصوص على حسب المذاق الشخصي ديال كل واحد. كاين الناس اللي كيبغيو ليصوص بزاف، ولكن ما غتكونش مناسبه للناس اللي عندهم لاسيديتي بزاف، لان الليصوص فيهم ديجا هذا الخل وكيضر في المعده بالنسبه للناس اللي عندهم المعده او لاسيديتي في المعده. فهنا بديت كنزيد في الخضره، زدت الفلفله لي شو و البصله الخضراء. هاد البصله الخضراء كتعطي مذاق واعر لهاد لاصوب، يعني ضروريه نحسبها انا ضروريه. وخليت شويه باش نديكوري به في الاخر. هنايا درت شويه ديال الكونفلا او المايزينا 5 المعالق تقريبا، وحركت زدت عليهم شويه الماء وحركتهم مزيان، وزدتهم على لاصوب باش تقل. هنا لو تروك هو انكم تزيدوا هذيك المايزينا وتحركوا في نفس الوقت، لان الا ما حركتوش غتعجل لكم في بلاصه واحده، فضروري انكم تزيدوا وتحركوا باش تجانس وتقل لكم لاصوب كامله بنسبه متساويه. هنايا زدت جوج ديال البيضات استربتهم مزيان، وحتى هما زدتهم وحركت. وبيان سور قبل ما تدخلوا البطاله على الصوب ضروري تقلبوا الملحه والبزار وليصوص كيف قلت لكم.
تقدموها بالصحه والراحه كتجي غزاله. وكيف قلت لكم ديكوريوها بشويه ديال البصل الاخضر، هذاك البصله الخضراء، كتجي زوينه في الماكله. ولا بقى لكم شويه طروفه الدجاج حتى هما كديكوريو بهم في الفوق، كيجيو زوينين. ونعاود ناكد لكم تقدروا تزيدوا فيها طروفه صغار ديال الخيز او الجلبانه، فهادو تقريبا هما الخضر اللي كيتماشوا مع هاد لاسوب. وكاينين يعني دي فيرسيون وحدين اخرين او وصفات وحدين اخرين من هاد النوع ديال لي سوب، كيديروا فيهم حتى اش كنقولوا لهم حنا لي شامبينيون. فهذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تكون تعجبكم. شكرا لكم، بسلامه، تهلاو في راسكم.